السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، اموركم كي غاديين مع رمضان؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كدوزوا بخير وعلى خير، رغم هاد الاجواء ورغم يعني الحجر الصحي، ولكن ان شاء الله يا ربي غادي يفرج علينا. احنا الحمد لله، اللهم لك الحمد، عطاونا الاذن بالخروج، اللهم لك الحمد. كنتمنى يا ربي من كل قلبي عائلتنا وحبابنا والدينا في المغرب يا ربي تفرج عليهم وعلى جميع المسلمين في جميع انحاء العالم. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد، فيديو الصراحه شحال وانا كنت عجز عليه. اليوم قلت غادي نحطه قبل ما نبدا واحد السلسله ان شاء الله للعنايه بالوجه بالشعر بالجسم كل شيء، استعدادا ان شاء الله للعيد. يا ربي الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. فقلت ضروري خصني نحيد عليه هذا الفيديو يعني باش ما بقاش مسطعني في راسي. المهم في واحد الفيديو كنت حطيته على شير لي، يعني داك الفيديو فيه بزاف ديال لي كومونتير، تقريبا شي 400 والصرف، فكانوا بزاف ديال الاسئله، بزاف 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 ديال الاسئله. انا قررت انني ندير فيديو ونجاوب على بزاف ديال الاسئله، ونعاود نفسر بزاف ديال الناس بزاف ديال الحوايج اللي ما عارفينهمش. بزاف 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 كثرت عليكم من بزاف. المهم البنات، اشنو نقول لكم بالنسبه للشير؟ انا في داك الفيديو حطيت التجربه ديالي الشخصيه، يعني راني ما بززت على حتى شي واحد، يعني ما حطيتش عليه السيف قلت ليه نو خاصك دير شير لي. انا حطيت التجربه ديالي الشخصيه والله العظيم بكل صدق، وهضرت من قلبي. الحمد لله لقيت بزاف ديال البنات اللي شكروني وتفاعلوا مع الفيديو، الحمد لله لقى واحد نسبه مشاهده اللي الحمد لله يعني مرتفعه، الحمد لله اللهم لك الحمد. فكما قلت لكم كاين اسئله بزاف باقي اللي تالف، باقي اللي ما عرفش. المهم انا شير لي البنات، غنعاود نقول لكم نفس الجمل، انا شير لي البنات درتها واحد المده اللي تبارك الله راه شي 8 سنين او اكثر، ودابا باش قطعتها راه شي 6 سنين او اكثر، يعني تقريبا شي 6 سنين. مهم يعني مده لا باس بها، وفاش درتها ثاني راه درتها مده نيت. اشنو وقع؟ انني ملي حيت شير لي ما وقعت لي حتى شي حاجه. علاش؟ انا غنعطيكم السر البنات اللي بزاف ديال البنات ما عارفينوش. اول حاجه كتجي وحده في لي كومونتير كتقول لك شير لي خرجت لي على وجهي ودارت لي ودارت لي ودارت لي. انت اشنو درتي لوجهك؟ واش اختي درتي شير لي الاصليه؟ واش قديتيها كما ينبغي؟ واش درتيها بالشروط ديالها؟ اشنو درتي مع هاد شير لي؟ واش شير لي اصليه؟ هادو اسئله كامله غادي نجاوب عليهم في هذا الفيديو، لانهم فعلا من لقيت بحال هاد لي كومونتير اكيد اكيد كاين شي خلل، ما يمكنش شير لي غدير شي حاجه خايبه، ما يمكنش. كما قلت لكم اول حاجه البنات فاش كديري شير لي خاصك واقي الشمس. ملي تشري شير لي نيشان دوز نشري واقي الشمس، اولا ما تشريهمش بجوج، لانك لكتي غديري شير لي في الليل ومني تبغي تخرجي اولا بنهار ملي تضلي كطيبي في الكوزينه ما ديريش واقي الشمس، باه كتكبي الماء في الرمله. هذا اول سبب. ثاني سبب، الا كنتي اختي غديري شير لي الصباح غتنوضي الصباح غتغسلي وجهك غير بالماء وتقولي صافي غسلت وجهي، كنقول لك لا حبيبه ديالي راك ما غاسلاش وجهك. الا بغيتي ديري شير لي خاصك تنوضي الصباح وتغسلي وجهك بالماء والصابون، اقل حاجه واهم حاجه هي الصابون ديال الحجره اللي انا عن نفسي كنجيبو من المغرب. كما قلت لكم اهم حاجه تغسلي وجهك بالصابون ديال الحجره ملي تفيقي الصباح، ملي تبغي تدخلي الكوزينه او غدا تخرجي ضروري من ليكرو ديال الشمس، تفهمنا؟ هادشي ضروري البنات. ملي ديري شير لوجهك تحاولي تبعدي من البلايص اللي فيهم الضوء. بعض البنات قالوا لي ضوء ديال التليفون، لا ما عنده حتى شي علاقه ضوء ديال التليفون من غير الضوء الاصلي، يعني ملي ديري شير لي خاصك تطفي الضوء وتخشي في بلاصتك. بالنسبه لشيرلي وطوب شيرلي بحال البنات، بزاف الاسئله جاتني شيرلي وطوب شيرلي واش بحال
نفس النتيجة نفس المفعول. أنا درت هذه ودرت هذه نفس المفعول. هادو جاوبت عليهم. بالنسبة للشيرلي الأصلية البنات غنعاود نقول لكم الشيرلي الأصلية كتكون مكتوبة فيها بيوتي كريم وكتكون هنا لتحت أوريجينال شيرلي. هاد الطبعة ديال أوريجينال شيرلي كتكون مكتوبة بيوتي كريم ماشي ميديكال كريم. نو ميديكال كريم إلا بيوتي كريم. كاين هنا واحد العلامة بحال بحال الهلال كما كتشوفوا وفيها حرف ام وهنا بيوتي كريم وهنا اوريجينال شيرلي. هادو هما العلامات باش كتعرفي البنات شيرلي الأصلية. هادو هما العلامات وما كاينش فرق بين شيرلي وبين طوب شيرلي. بالنسبة للناس قالوا لي واش كتحيد الكلف؟ كتحيد الكلف اقسم بالله البنات. الى الناس انا قلت لهم يديروها وتنقى لهم وجههم وما بقاش لهم الكلف في وجههم. معاش تقدري تخلطي هاد الشيرلي. الشيرلي تقدري تخلطيها مع ثلاثه ديال الحوايج. تقدري تخلطيها مع بيت نيفال كريم ماشي بوماد. بالنسبه لبيت نيفال البنات كاينه بوماد وكاينه كريم. تقدري تخلطيها مع كريم وتقدري تخلطيها مع بوماد الصفراء وتقدري تخلطيها مع العسل وتقدري تخلطيها مع زيت أركان. ديري اللي غترتاحي فيه. أنا عن نفسي كنت كنديرها مع البوماد الصفراء. واحد الوقيتة درتها مع بيت نيفال لقيت نفس النتيجة. أختي كانت كديرها مع العسل وتهي وجهها رائع. يعني كل واحد كيفاش كيرتاح في الحاجه اللي كترتاحي فيها ديريها. بالنسبه للناس اللي عندهم الكلف كننصحكم انكم تخلطوهم بثلاثه. ديري البوماده الصفراء وديري بيت نيفال وديري شيرلي. خلطيهم بثلاثه غتعطيك نتيجه هائله. الناس اللي عندهم الحبوب شيرلي والبوماده الصفراء. الناس اللي ما عندهم والو بغات غير تنقي وجهها تقدري ديري شيرلي وبيت نيفال او تقدري تكتفي غير بشيرلي او طوب شيرلي. هادشي اللي كاين البنات. يعني كنتمنى هادشي نكون فاتكم به. كان عندك زيت ارغان الاصلي واو غتعطيك نتيجه خطيره لوجهك. ولكن الا كان البنات زيت ارغان الاصلي كما قلت لكم الا ما كانش الاصلي ما ديروش. البومادة الصفراء البنات راها كتحيد الحبوب هادي اوريوميسين كنظن كل شيء كيعرف اوريوميسين. بالنسبه للناس اللي عايشين هنا في ايطاليا اوريوميشينا راه كاينه هنا كدير 10 يورو في الفارماسيه اوريوميشينا. الناس اللي عايشين هنا في اوروبا فتجنبوا بيت نيفال وديروا شيرلي او طوب شيرلي مع اوريوميشينا. غتقول لي عطيني اوريوميشينا غتعطيها لك حيتاش انا كنت نجيبها من المغرب وواحد العام وقفت عليها وكانت سالات ليا مشيت للفارماسيه سولت وعطاوها ليا. سؤال اخر الكلف دويت عليه كتحيد الكلف. بالنسبه للناس كاين بعض الناس اللي قالوا لي وفاء راه حنا ملي درناها خرجت لي الحبوب. راه حاجه طبيعيه غتخرج لك الحبوب. يقدر يكون عندك داك الحبوب اللي لداخل البوماده الصفراء كتخرجه ولكن من بعد ومع الوقت كتداويه. فما تخافوش منها البنات غير كملوها. بالنسبه للبنات اللي سولوني هذا السؤال كنقول لك اختي غير كملها كاع ما تخافي منها. راه هي كتخرج لك داك الحبوب اللي لداخل ولكن من بعد مع الوقت راها كتصفي الوجه. كنتمنى نكون فدتكم ونكون جاوبت على جميع الاسئله اللي سولتوني في هذا الفيديو. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم. ما بغيت والو كنتمنى غير تشجعوني وتدعموني لان قناتي فعلا كتستاهل ولكن مازال ما لقيتش الدعم اللي بغيت مع كامل الاسف. المهم البنات كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. كنتمنى كي قلت لكم تكونوا استفدتوا معايا بهذا الشيء اللي قلت لكم اليوم. اي سؤال خليه ليا لتحت في التعليق. كنتمنى نكون جاوبت على كاع 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 الاسئله. بالنسبه للناس اللي كيعيشوا في اوروبا ما متوفرش عندهم طوب شيرلي ما متوفرش عندهم هذا تقدري ديريها مع العسل غير يكون عسل حر مع العسل.